أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها كالعادة بالعناوين. في تقرير لموقع المشاهد نت، مزارع العنب تحت قصف الطيران. من جولتنا بين الصحف الفرنسية، تلاميذ المدارس في اليمن يحلمون بإعادة بناء ما دمرته الحرب. ومن أخبارنا المنوعة، مسؤولو الهند يقدمون الخدمات العامة للناس إلى أبواب بيوتهم. أهلا بكم. ما الذي كان ينتظره أهالي منطقة كتاف بصعدة؟ فبعد هزيمة ميليشيا الحوثي ووفقا لموقع الحرف 28، فإن الفرق الهندسية تنزع 500 لغم زرعها الحوثيون في كتاف. قال الموقع إن الفرق الهندسية نزعت 500 لغم وعبوة ناسفة كانت ميليشيا الحوثي الانقلابية زرعتها في عدد من مناطق مديرية كتاف قبل دحرهم منها. قال مصدر عسكري إن الفرق الهندسية نزعت نحو 200 لغم عربات ومدرعات و300 عبوة ناسفة وعشرة ألغام مموهة وسبعة ألغام فردية. وسبق أن تمكنت الفرق الهندسية من انتزاع وإتلاف أكثر من 10,000 لغم، فيما تعمدت الميليشيا زرع 10 الألغام المموهة للإيقاع بالسكان، إلا أن الجهود المبذولة تكللت بالنجاح في كشفها ونزعها. ويفيد الموقع أن ميليشيا الحوثي الانقلابية تتعمد تلغيم وتفخيخ كافة المناطق بالألغام التي تخسرها أو تنسحب منها في مختلف محافظات البلاد. العديد من العناوين تصدرت الصفحة الأولى من صحيفة أخبار اليوم، أبرزها: النائب العام يتسلم من الشموع، شكوى بقائد القوات الإماراتية والميسري وشلال وآخرين. وعنوان: بن دغر يتحدث عن ضخ الحوثيين نحو تليوني ريال للأسواق ويتجاهل كم طبعت حكومته. وميدانيا: الجيش يطوق الميليشيا بصعدة والدفاع تنعي استشهاد أركان حرب القوات الخاصة بحرض. ومن العناوين أيضا: مقتل عدد من ميليشيا الحوثي إثر محاولة تسلل فاشلة في صرواح. وعنوان آخر: مئات المواطنين الغاضبين يشيعون طفلا قتله الحوثيون في إب. ووزير النقل يجدد دعوته لتصليح العلاقة بين التحالف والشرعية. ما من ثورة في اليمن إلا وتتكالب عليها قوى الشر داخليا وخارجيا، هكذا بدأ محمد الصهباني مقاله المنشور في العربي الجديد، مضيفا في فقرة من المقال: لا يشع الصباح في أرياف البلاد إلا بمشاهدة كمئات الأطفال في عمر الزهور وهم يتوجهون على متن دراجات نارية إلى مزارع القات. آلمتنا هذه المشاهد كثيرا، ما يكشف عن واقع فاضح أكثر إيلاما، واقع يضم مستقبل الطفولة والتعليم بضراوة. إجمالا، اليمن اليوم محكوم من عصابات محاطة بجيش أسري كرس لقمع الشعب منذ زمن بعيد. يتألم الشاعر اليمني عبد الحكيم الصبري إذ يقول: حشد من الجند من خلفهم، ألف شيخ وشيخ يديرونهم، والبلاد إلى الخلف نحو المكان السحيق، على بعد حلم أنخت ارتحالي، ويممت وجهي إيابا فتاه الدروب وضاعت علامات رشدي، وحتى أنا ضعت مني، فناديتني في قفار الضياع الصدى، عاد ينعي ضياعي وصوتي كما ضاعت الأمنية. عقود، واليمنيون يعيشون عصور التخلف الممنهج في بلد اليمن السعيد الذي لم يكن سعيدا. وصف الباحث والمفكر الأمريكي روبرت بوروس نظام الحكم في اليمن بأنه نظام حكم اللصوص باللصوص ومن أجل اللصوص. هذا الوصف الدقيق جاء خلاصة لدراسته ومتابعته للشأن اليمني منذ عام 1957. ويعلق الكاتب اليمني عبد السميع شريح: اللصوص في بلدنا طائفة مجتمعية أفسدت محيطها وأرهقت شعبا وأقعدت وطنا عن الحركة والنهوض، تدعي الأحقية في الحكم والولاية والنسب الأصيل، وشعارها الخفي دوما الحكم للصوص. 11 رئيسا و45 حكومة أدارت البلد من دون هدى أو حكمة، باستثناء عهده فترة الرئيس إبراهيم الحمدي 3 سنوات، لتدفن المرحلة الذهبية في حياة اليمنيين بمقتل رمز التقدم والرخاء.
عدا ذلك لم يكن سوى المقابر لليمنيين ما دفع الشاعر عبد الحكيم الفقيه للقول: بكينا دما والسماوات نفس السماوات والأرض مكتظة بالقبور. حملت قيادة السلطة المحلية بمحافظة حجة ميليشيا الحوثي الانقلابية مسؤولية ما يعانيه أبناء مديرية أسلم والمحافظة بشكل عام من فقر ومجاعة وأوضاع إنسانية متردية نتيجة سياستهم الهمجية وعنوان موقع الصحوة نت. السلطة المحلية في حجة تحمل الحوثيين مسؤولية انتشار سوء التغذية في مديرية أسلم. عبر وكيل المحافظة لشؤون الوحدات الإدارية ناصر دعقين في تصريح للصحوة نت عن أسفه لما آلت إليه أوضاع المواطنين بالمحافظة ومديرية أسلم على وجه الخصوص من فقر وجوع أوصلتهم إليها ميليشيات الحوثي الإجرامية التي انسلخت من كل قيم إنسانية ولم ترحم حتى الأطفال. وأكد دعقين أن قوات الجيش الوطني باتت قريبة من أسلم مبشرا بقرب تحرير أبنائها من تسلط الميليشيات لإنقاذهم من الأوضاع المأساوية التي أوصلتهم إليها عصابات الحوثي. وكانت مصادر محلية بمديرية أسلم قد كشفت للموقع عن وفاة 20 طفلا منذ مطلع العام الجاري وإصابة الآلاف بالمديرية بسبب سوء التغذية الحاد والوخيم نتيجة الفقر المدقع. يشكو علي دحان الذي يمتلك إحدى مزارع العنب في منطقة بني حشيش شرق صنعاء أكبر منطقة لإنتاج العنب في اليمن من عدم غزارة إنتاج العنب في هذا الموسم بسبب الصعوبات التي واجهت زراعته، كما يقول للمشاهد نت، مضيفا أن أبرز المشاكل هي نقص المياه المستخدمة في ري المحصول بسبب أزمة انعدام الديزل وارتفاع سعره في السوق السوداء، بالإضافة إلى تعرض مضخة البئر التابعة لمزرعته لقصف جوي من طائرة التحالف العربي قبل نحو عامين. ويشير دحان إلى أنه عاجز عن توفير بقية تكاليف الإنتاج الأخرى بسبب غلاء المبيدات الحشرية وبعض الأسمدة المستخدمة في زراعته. يقول تقرير الموقع المعنون مزارع العنب تحت قصف الطيران أن المشاكل التي يعاني منها دحان هي ذاتها التي يعاني منها مئات المزارعين في محافظات صعدة ومارب والجوف والبيضاء، فضلا عن مناطق بمحافظة صنعاء التي تشتهر بزراعة أجود أنواع العنب. يقول عبد الحفيظ قرحش مدير عام الإنتاج النباتي بوزارة الزراعة الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي أن القصف الجوي الذي استهدف مزارع العنب بالإضافة إلى إنشاء مباني سكنية على حساب بعض تلك المزارع يهدد استمرار زراعة العنب في اليمن، مضيفا للمشاهد أنه يتوجب على المنظمات الدولية التدخل العاجل لدعم المزارعين اليمنيين وبالذات في الوقت الراهن حتى لا ينهار ما تبقى من النشاط الزراعي في البلاد. سمعنا كثيرا عن الفوضى الخلاقة واليوم نراها في عدن رأي العين، هكذا بدأ أنور سليمان مقاله المنشور في التغيير نت مضيفا. سمعنا عن الفوضى واليوم نراها في عدن تطبيقا عمليا ملموسا محسوسا وبكل الحواس. يقولون في تعريفهم لنظريتهم الشهيرة الفوضى الخلاقة تعني باختصار أنه عندما يصل المجتمع إلى أقصى درجات الفوضى المتمثلة في العنف الهائل وإراقة الدماء وإشاعة أكبر قدر ممكن من الخوف والرعب لدى الجماهير، فإنه يصبح من الممكن بناؤه من جديد بهوية جديدة تخدم مصالح الجميع. تلك هي الفوضى الخلاقة نظريا، أما عمليا فقد رأيناها في عدن واقعا معاشا لا يفارقنا. بعد 4 سنوات تحرير كان بديهيا الشروع في بناء عدن وتنميتها أو على الأقل أن تبقى كما كانت عليه أيام الحوثي وصالح، وما علمنا إلا وقد وقعت في الفوضى الخلاقة. وبالنص أقصى درجات الفوضى رعب، عنف هائل وإراقة دماء، وأضافوا عليها أشكالا من النهب المنظم والفساد والإفساد بأقبح معانيه وتدمير المؤسسات، انهيار شامل في العملة والرواتب والوقود والكهرباء والماء، غلاء طاحن وجوع وتجويع في شكل من التدمير الاجتماعي لم تعاني منه عدن في تاريخها الحديث على الإطلاق. عدن اليوم محررة وتعيش أقصى درجات الفوضى، لا استقرار سياسي ولا إداري ولا أمني، فتن دسائس وصراعات سياسية وحزبية وجهوية، الحراك صار حراكات، حراك فلان وحراك علان، ميليشيات متعددة وأحزاب متصارعة، كل واحد فيهم ماسك طرف،
رباطهم بيد غيرهم لا يملكون لأنفسهم زماما. ضاع عندهم الانتماء، ولاءاتهم مدفوعة الثمن للقريب وللبعيد ولسابع جار، جميعهم بانتظار صفارة البداية في مرحلة قادمة من الصراع الدموي المرعب، حتى يكتمل التأهيل لإمكانية إعادة بنائها بهوية جديدة تخدم مصالح الجميع. في جولتنا اليومية بين الصحف الفرنسية نطالع من صحيفة لوبان الفرنسية والتي عنونت تلاميذ المدارس في اليمن يحلمون بإعادة بناء ما دمرته الحرب. تقول الصحيفة: يهرع عشرات الشبان اليمنيين إلى الفصول بمجرد أن يرن الجرس في مدرسة الوحدة وسط صنعاء، عاصمة بلد مزقته الحرب، حيث لم يعد ملايين الأطفال في المدرسة. تقول الصحيفة التي ترجمت خصيصا لقناة بلقيس من الشمال إلى الجنوب في هذا البلد الفقير والمجزأ في شبه الجزيرة العربية: يحلم تلاميذ المدارس بمستقبل باهر وإعادة بناء ما دمره الصراع. يستقبل التلاميذ في فناء مدرسة الوحدة أول علم لليمن على صوت النشيد الوطني. هذه المدرسة طبقا لتقرير كان قد نشر في صحف ومواقع أخرى تحمل علامات الحروب مع البلاط المكسور وثقوب الرصاص على الجدران. بدأت العودة الدراسية في 16 من سبتمبر في شمال البلاد وعاصمتها صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، كما هو الحال في الجنوب الذي تسيطر عليه الحكومة، حكومة الرئيس هادي. مختار يحيى يحمل خطابا متفائلا وهو أحد الطلاب القلائل في هذه المدرسة القديمة الذين لا يرتدون زيا مدرسي، يقول: أتمنى أن تنتهي الحرب حتى نتمكن من إنهاء دراستنا بهدوء ونصبح أطباء أو مهندسين أو طيارين. منذ توقيعه وحتى اليوم، أي بعد ربع قرن، ما زال النقاش محتدما حول اتفاق أوسلو 1993، ضرورته وثغراته وكيفية إدارته وجدواه أو آثاره على الفلسطينيين وحركتهم الوطنية كما على الإسرائيليين. هكذا كتب ماجد كيالي في مقاله المنشور في جريدة الحياة اللندنية مضيفا: تزيد أهمية مراجعة تجربة أوسلو بطريقة نقدية، لأن هذا الأمر لم يعد يقتصر اليوم على التحليل أو عرض وجهات النظر فقط، لا لأغراض الدراسة ولا لأغراض المنافسات أو المزايدات الشعاراتية أو الفصائلية، إذ أضحى هذا الاتفاق خاضعا لاختبارات تجربة مريرة وطويلة ومعقدة قدرتها 25 سنة. بداية، من المفهوم أن هذا الاتفاق عقد في ظروف غير مواتية عربيا ودوليا وحتى فلسطينيا، بعد 10 سنوات على أفول ظاهرة الكفاح المسلح إثر الخروج من لبنان عام 1982 وتآكل الكيانات السياسية الفلسطينية في الخارج. هذا أولا، وهو أتى ليس بناء على نوع من التكافؤ في موازين القوى بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وإنما أتى في ظل تفوق إسرائيلي في كل شيء، بيد أن ما تقدم لا يفيد بأن القيادة الفلسطينية ذهبت مضطرة إلى اتفاق أوسلو بالتحديد، إذ أن تلك القيادة كانت استجابت للتغيرات الدولية والإقليمية الناجمة عن انهيار الاتحاد السوفيتي وحرب الخليج الثانية مطلع التسعينيات، بموافقتها على مؤتمر مدريد عام 1991 وتغطيتها للوفد الفلسطيني من الأراضي المحتلة برئاسة حيدر عبد الشافي ضمن الوفد الفلسطيني الأردني، والذي كان لا يترك فرصة إلا ويؤكد أن مرجعيته هي قيادة منظمة التحرير. والمعنى أنه إذا كانت المفاوضات اضطرارية وإجبارية، فإن اتفاق أوسلو كان مجرد خيار اتخذته القيادة الفلسطينية وقت ذاك للالتفاف على الوفد المفاوض، إن لخشيتها من تبلور مركز قيادي آخر للفلسطينيين كما ظهرت نواه في الانتفاضة الأولى، أو لخشيتها من المساعي الدولية والعربية الرامية إلى تهميش المنظمة وتحجيم مكانتها في تلك الفترة. في أخبارنا المنوعة اليوم نذهب إلى الهند، حيث نطالع من موقع عربي بوست: الهنود يعتقدون أنها ثورة، مسؤولو الهند يقدمون الخدمات العامة للناس إلى أبواب بيوتهم. قال الموقع إن حكومة دلهي التي يحكمها حزب الإنسان العادي
عممت مخططا جذريا كاملا بتكلفة تبلغ 150 مليون روبية لتحرير سكان المدينة البالغ عددهم 18 مليون من الاضطرار إلى زيارة المكاتب الحكومية وللحد من الفساد. ويجري حاليا تقديم 40 خدمة للناس في منازلهم، بما في ذلك طلبات الحصول على رخص القيادة وشهادات الزواج والمعاشات وتوصيل المياه وترتيب المواعيد وترتب المواعيد كتيبة متنقلة من الذكور والإناث مجهزة بحواسيب محمولة وكاميرات، وتنتقل في أرجاء المدينة باستخدام الدراجات الصغيرة. الرسوم منخفضة عن عمد وتبلغ 50 روبية، وتتوفر الخدمات من الساعة 9 صباحا إلى 9 مساء على مدار أيام الأسبوع. وفي غضون 3 أشهر ستشمل قائمة الخدمات 100 خدمة، وتعاقدت السلطات مع شركة خاصة لتدير المشروع. قال وزير الإصلاحات الإدارية كايلاش غهلوت: جرت العادة بأن يذهب المواطن إلى الحكومة، أردنا عكس هذا والذهاب بالحكومة إلى المواطن. يكتب الرئيس الأسبق لوزراء بلجيكا ومؤلف كتاب آخر فرصة لأوروبا غاي فورهوفشتات مقالا عن محاولات روسيا هز استقرار منطقة اليورو، وقال الكاتب في مقال أعاد الغداء نشره: منذ غزو شرق أوكرانيا وضم شبه جزيرة القرم في آذار مارس 2014 شن بوتين حربا هجينة معقدة ضد الغرب، فجمع بين حرب المعلومات والحرب السبرانية وبين العمليات الخاصة النشطة لعرقلة المؤسسات الأوروبية. ولتحقيق هذه الغاية يدعم الكرملين بنشاط وقوة الحركات والأحزاب السياسية الشعبوية الأوروبية وجهودها الرامية إلى استغلال التوترات التاريخية وخلق الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي. تصب مثل هذه الانقسامات في مصلحة بوتين مباشرة، فالغرب المنقسم الذي يعتمد بشكل أقل على التعاون الاستخباراتي يتعرض لمخاطر أعظم كثيرا، ويصبح أكثر ضعفا في مواجهة التطرف الداخلي وانعدام الثقة في المؤسسات الديمقراطية. ولا يرغب بوتين في شيء أكثر من تحويل الاتحاد الأوروبي إلى جحيم مقيم. كيف ينبغي أن يكون رد ساسة والمواطنين المهتمين إذن؟ بعد أذي بدء من الواضح أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى إجراء تحقيق شامل في التدخل الروسي في الشؤون الأوروبية، على غرار التحقيق الذي يجريه المستشار الخاص روبرت ميلر في الولايات المتحدة. ولا بد من تعقب وفضح الروس الذين يمولون الجماعات الشعبوية الأوروبية، ولا بد من وقف عمليات الحرب الروسية الهجينة داخل الاتحاد الأوروبي. علاوة على ذلك لا بد أن يمنح اليوروبول الصلاحيات التي يحتاج إليها لملاحقة أولئك الذين يقوضون المصالح الأوروبية، ولكن لا شيء يمكن أن يحل محل المواطنين المطلعين على الحقائق. ففي أيام الديمقراطية المظلمة هذه يجب علينا جميعاً أن نطالب حكوماتنا بالخضوع للمساءلة وأن نصر على صيانة حكم القانون ومؤسساتنا العزيزة. احتلت جزيرة سقطرى المرتبة 9 بين أجمل 17 موقعاً يفترض أن تتم زيارتها، وذلك وفقاً لموقع بوست التركي الذي أورد مجموعة من أجمل الصور للمواقع الأجمل عالمياً. نتابع هذه الصور في جولتنا المصورة.
تتعدد طرق التعبير، وللكاريكاتير لغته الخاصة التي تختزل المعاني في لمسات فنية معبرة، نتابعها في مجموعة من رسوم الكاريكاتير لهذا اليوم. بهذه المجموعة من الصور والكاريكاتير نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، نلقاكم غدا بإذن الله، إلى اللقاء.